اهلا بكم جميعا متابعينا الكرام. بحاول اغطي لكم في القناه بين كل فتره وفتره المعارض اللي بنشترك فيها. ده معرض معمول في محافظه البحر الاحمر في مدينه الغردقه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والغرفة التجارية ومحافظة الفيوم والغرفة التجارية بمحافظة الفيوم. معرض باب رزق معمول في مدينة الغردقة من يوم 23/8 لمدة 5 أيام، معمول في الممشى السياحي بمدينة الغردقة. المعرض كان دوت التجهيزات بتاعته. المعرض مجاني 100%، كل التجهيزات والفرش الجميل اللي احنا شايفينه دوت، بالإضاءة بالحراسة بالترابيزات بكل حاجة مجاني تماما. احنا بس نجيب معروضاتنا ونروح نعرضها. هم مشكورين. المعرض كان فيه عدد كبير جدا من العارضين وكان فيه منتجات كتيرة. كان فيه اعمال للكروشيه والجلود والمكرمية والاكسسوارات والخشب والرسم والمفروشات. المعرض الحقيقة جميل جدا. هو تم افتتاحه وحضروا مجموعة كبيرة من المسؤولين افتتحوا المعرض. المعرض معمول في الممشى السياحي زي ما بقول لكم، وهي منطقة تجارية مليئة بالزوار والمصطفين وسكان المدينة. المعرض كان حلو جدا الحمد لله. لحد دلوقتي المعرض لسه مستمر، شايفين تنوع المنتجات اللي موجودة فيه. موجود فيه عارضين من السيدات وعارضين من الرجال برضو، أعمال متنوعة زي ما احنا شايفين في المعرض. والمعارض دايما بتبقى فرصة جميلة جدا، أي طبعا للبيع، ثانيا ان انت تتعرفي على أفكار كتيرة موجودة وخامات تانية ممكن تعمليها. وبتتقابلي مع فنانين وفنانات بيكونوا موجودين معانا من نفس المحافظة، وكمان بنتعرف على شغل محافظات تانية. المعرض كان حلو جدا، المنتجات كانت جميلة، شنط الكروشيه حلو قوي، المفارش، الشغل الخشب زي ما احنا شايفين ده كل ده شغل كان هاند ميد. المعرض كله للحرف اليدوية، اشترك فيه عدد كبير جدا من الفنانات زي ما احنا شايفين، شغل تطريز، شغل كروشيه، شغل خرز، شغل خشب، اكسسوارات، رسم، مش قادرة احصر الحقيقة. وكلها افكار جميلة جدا وفنانات مبدعين في التنفيذ. والمعارض بتبقى فرصة حلوة جدا ان احنا نتقابل مع بعض ونتعرف على افكار بعض ونتعرف مع بعض في محافظات تانية على الشغل بتاعهم. وشغل الريزن طبعا موجود بقوة كان في المعرض ده، والشغل كان حلو جدا. شغل الخيامية كان جميل جدا، التطريز على القماش جميل، شغل الخرز برضو كان موجود في المعرض. وزي احنا شايفين ده شغل رسم ومعمول بتكنيك ليزر، تكنيك حلو جدا. كان موجود معانا الشموع، موجود معانا الكوزماتيك اللي هي الصابون والمنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة، وكلها حاجات مسجلة في وزارة الصحة. المعرض كان جميل ولسه مستمر. أتمنى لكم انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو معايا، ونتقابل مع بعض إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير أقدر أغطي لكم بين كل فترة وفترة معارض مختلفة نشوفها مع بعض، ونشوف منتجات كتير ونشوف أفكار كتير لينا ولزمايل. نتقابل في فيديو جديد.